فيا خجلي منه إذا هو قال لي: أيا عبدنا ما قرأت كتابنا؟ أما تستحي منا ويكفيك ما جرى؟ أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا؟ فدعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد. هذا الدعاء في الدنيا من أخ لأخيه أحد أنواع الشفاعة، فالشفاعة في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا من حي لحي أو من حي لميت، وفي الآخرة بين المؤمنين. يعني أحياناً الله عز وجل بكرم إنسان، يعني بيسمح له، بيقبل بدعائه شفاعته لإنسان. أما المشكلة أن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لا يستحقها إلا من مات لا يشرك بالله. هذه النقطة المهمة، لأن هناك آيات تنفي الشفاعة وهناك آيات تثبتها. أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ الإنسان إذا مات مشركا، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية واضحة، الذي يموت مشركا لا يستحق شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يموت موحدا يستحق شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني صار الشفاعة في عمل، أنت قمت بعمل. مات الإنسان وهو مؤمن موحد لم يمت مشركا، إذن لأنه مات موحدا استحق أن يشفع النبي له أيضا، وفق شروط سوف تأتي بالتفصيل. في معنى آخر للشفاعة أنك إذا لازمت أخا مؤمنا، لازمته، قد تستفيد من علمه، قد تستفيد من خلقه، قد تستفيد من أحواله، قد تستفيد من إقباله، قد تستفيد من ورعه، قد تتعلم منه، قد تتخلق بأخلاقه، قد ترقى به، قد تنجو من عذاب النار بدلالته، بدعوته. فهذا نوع من أنواع الشفاعة في الدنيا. يعني إذا واحد لازم مجلس علم واستمع إلى الحق وطبقه في البيت، كلما سمع توجيها قرآنيا طبقه، كلما سمع نهيا عن معصية ابتعد عنها، دعي إلى إتقان الصلاة فأتقنها، دعي إلى العمل الصالح فعمل الصالحات، دعي إلى ذكر الله فذكر الله كثيرا. هذا الذي لازمته شفع لك في الدنيا. واحد جالس مثلا عالم، جالس تاجر علمه أصول التجارة، أصول البيع، كيف يسجل الحسابات، كيف يستوق البضاعة، كيف يكون لطيف مع الزبائن، طبقت الإرشادات صار تاجر كبير. معنى هذا أن هذا التاجر الأول شفع لهذا التاجر الثاني. هذا معنى لطيف جدا ودقيق. يعني أنت في الدنيا إذا جالست أهل الحق شفعوا لك، بمعنى أنهم نهضوا بك بعلمهم وأحوالهم وأخلاقهم ودلالتهم وإقبالهم. هذا المعنى الإيجابي للشفاعة، المؤمن يشفع للمؤمن. والنبي عليه الصلاة والسلام في حياته شفع لكل أصحابه، بمعنى أنه علمهم وهذبهم وأرشدهم وسمى بهم وأسعدهم وأكرمهم. هذا المعنى واسع جدا للشفاعة. يعني كل إنسان مدعو أن يلازم أهل الحق. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له كفل منها. يعني إذا كان أنت صاحبك أخ، صاحبك صديق، صاحبك جار، دللته على الله، دعوته للتفكر في آلاء الله، دعوته لحضور مجالس العلم، دعوته للعمل الصالح، دعوته لغض بصره، دعوته لإقامة الإسلام في بيته، دعوته للإحسان إلى الخلق، فطبق دعوتك واستجاب لك فسعد بهذه الدعوة، يعني أنت شفعت له. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. كل أعمال أخيك في الدنيا التي فعلها
استجابة لك في صحيفتك. هذا المعنى الإيجابي الواسع معنى يدفعنا جميعا إلى الدعوة إلى الله. يعني أنت كما قال بعضهم لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ولا يدلك على الله مقاله، هذه شفاعة. هذا المؤمن بدعوته الطيبة واستجابتك له شفع لك، فكل أعمالك في صحيفته. هذا في الدنيا كما قلنا شفاعة حي لحي. طيب هلأ شفاعة حي لميت؟ إنسان ربى ابن صالح، هذا الابن بعد موت أبيه دعا إلى الله، أحسن للناس، صار خيره عميما، كل هذه الخيرات في صحيفة الأب، فكأن هذا الابن شفع لهذا الأب، بمعنى أن الأب ربى هذا الابن ومات، أعمال هذا الابن الطيبة في صحيفة الذي رباه. إذن واحد مشى في جنازة فاتعظ بها أشد الموعظة واستقام من فوره على أمر الله، استقامته بسبب هذا الميت، فكأن هذا الذي سار في الجنازة شفع لهذا الميت، هي شفاعة حي لميت. قرأت القرآن على روح فلان فتأثرت بهذه الآية واستفدت منها وطبقتها وسعدت بها، من السبب الميت، شفاعة حي لميت. بالآخرة خطر ببالي مثل بيوضح الفكرة. لو فرضنا أب أراد أن يعطي ابنه مبلغا من المال، الأب كله حكمة وعلم، أراد أن يعطي ابنه مبلغ 1000 ليرة لسبب ما استحقاقا، فجعل هذا المبلغ عن طريق الأم تمثينا للعلاقة بينها وبين ابنها. واضح المثال؟ يعني ربنا عز وجل هؤلاء استحقوا دخول الجنة لأنهم ماتوا غير مشركين بالله، فربنا سبحانه وتعالى يجعل هذا العطاء عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى آخر من معاني الشفاعة. إذن الشيء الدقيق أن الله تعالى يقبل دعوة من يشاء من عباده إذا دعاه، أن ينزل خيرا على عبد آخر من عبيده، أو أن يدفع عنه ضرا، أو أن يغفر له من خطيئاته، سواء كان ذلك في الحياة الدنيا من حي لحي أو من حي لميت، أو كان ذلك يوم القيامة ودعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب نوع من الشفاعة عند الله، فلا مانع من أن يمنح الله فضله لعبد من عباده إكراما لشفاعة يوجهها عبد آخر مقرب عنده. إذن من حي لحي في الدنيا، يعني إذا لازمت المؤمن يشفع لك، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها يتحمل. صار في عنا شفاعة سلبية، واحد دل الثاني على طريق الانحراف، دل الثاني على كسب المال الحرام، أقنع الثاني بقبول مال غير مشروع، أقنع الثاني ببعض المباهج المحرمة، بعض الملذات المحرمة، ففسده أفسده فسقط في هاوية المعاصي، هذه شفاعة لكن من نوع آخر. للأول يتحمل كل الوزر الذي فعله الثاني. إذن الآية الدقيقة من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. كل هذا يتم بإذن الله، لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني الشفع الزوج، لا يستطيع إنسان أن يصيب خيره إنسانا آخر إلا بإذن الله، ولا يستطيع إنسان آخر أن يصيب شره إنسانا آخر إلا بإذن الله. فالشفاعة من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أما في الآخرة تكريما لهذا النبي العظيم
يجعل بعض العطاءات عن طريقه للمؤمنين. شيء آخر في الشفاعة، إن قبول الشفاعة إنما يدخل في باب الفضل الذي يكرم الله به عباده، والله سبحانه وتعالى لا حجر عليه في فضله، يختص برحمته من يشاء. واحد دخل عند النبي الكريم عليه أتم الصلاة والتسليم، يعني يبدو أنه عمل عمل ليس لائقا، أحد الأعراب، فأصحاب النبي الكريم يعني أحد إليه النظر، فخاف النبي عليه الصلاة والسلام وسعه، يعني أكرمه، ففرح فقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. يعني فقال عليه الصلاة والسلام: يا أخي لقد حجرت واسعا، رحمة الله واسعة. فالشفاعة تدخل في باب الفضل. الآن كل آية في القرآن تنفي الشفاعة، لا تنفعهم شفاعة الشافعين، يوم لا ينفع، لا في ولا خل ولا شفاعة. مثل هذه الآيات التي تنفي الشفاعة، معنى ذلك أن فلانا الذي رفضت أو رفض أن يشفع له مشرك، مات مشركا، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالقاعدة الثانية: لا يقبل الله شفاعة الغفران عن الشرك به أو جحوده وإنكار ألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى. واتقوا يوما من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. إذا نفيت الشفاعة فلأن الذين رفضت الشفاعة فيهم ماتوا مشركين بالله عز وجل، جاحدين لفضله، كافرين به، هؤلاء لا تنالهم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ينظر فيرى بعضا من أمته يساقون إلى النار، يقول: أمتي أمتي، فيقال له: لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول: سحقا 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 سحقا، هؤلاء الذين ماتوا مشركين بالله. هؤلاء لا تنالهم شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر للسيدة فاطمة يقول: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، أنا لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه. أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ عنا قانون صار، حينما ترفض الشفاعة أو تنفى الشفاعة فلأن الذي رفضت في حقه مشرك، فإذا قبلت الشفاعة فلأن الذي قبلت في حقه مات موحدا، مات غير مشرك. فأمر الشفاعة في ذلك، يعني شفاعة الغفران عن الشرك به، لا مطمح فيه، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقد أعلن الله عن عدم قبول الشفاعة إذا كانت من هذا القبيل في عدة آيات، منها قوله تعالى: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. واضحة مثل الشمس، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الشيء الثالث في الشفاعة: أما قبول الشفاعة في غير الشرك بالله أو جحوده فهو منوط بمشيئة الله تعالى، إن شاء قبلها وإن شاء رفضها، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم
فإنك أنت الغفور الرحيم. هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، هؤلاء متركون لرحمة الله، إما أن يقبل فيهم الشفاعة أو لا يقبل، لحكمة بالغة هو يفعلها. قال تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وماتوا مؤمنين موحدين، هؤلاء متركون لأمر الله، والشفاعة كما قلنا قبل قليل محض فضل. لا يملكون الشفاعة أي لا يملك الناس في ذلك اليوم أن تقبل شفاعة أحد فيهم، لا يملك الناس في ذلك اليوم أن تقبل شفاعة أحد فيهم إلا من اتخذ منهم عند الرحمن عهدا، وذلك بالإيمان به وبما جاء من عنده، فإنه قد يناله فضل من الله بقبول الشفاعة فيه والعفو عنه، والله أعلم. والشفاعة رابعا يوم القيامة لا تنفع إلا إذا كانت ممن أذن له الرحمن ورضي له قوله، إلا ممن أذن له الرحمن ورضي له قوله. قال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، أي يومئذ لا تنفع الشفاعة أحدا إلا شفاعة من أذن له الرحمن بالشفاعة ورضي له قولا، فإن شفاعته قد تنفع إذا شاء استجابها. يعني هناك إنسان يستحق الشفاعة، وهناك إنسان تقبل شفاعته. في شيئين: أولا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، هؤلاء الذين تطلب الشفاعة لهم يجب أن يتخذوا في الدنيا عند الرحمن عهدا، بمعرفتهم بالله واستقامتهم على أمره وطاعتهم له وتوحيدهم إياه وشكرانهم على نعمه. إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، هؤلاء الذين تقبل الشفاعة فيهم، أما الذين تقبل شفاعتهم هم يجب أن يأذن لهم الرحمن وأن يرضى لهم قولا. في عندك المشفع به والمشفع. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن فالشفاعة كالغفران تدخل في باب الفضل، إن شاء قبلها وإن شاء لم يقبلها. صار الموضوع في مجمله أن الشفاعة بمعناها العام يعني أن تستفيد من إنسان، إن لازمت مؤمنا صاحبته، استمعت إلى أقواله، طبقت دلالته، عملت بتوجيهاته، استفدت من أخلاقه، سموت بدعوته، معنى ذلك أنه شفع لك في الدنيا، يعني أعطاك كل خبراته وكل أحواله وكل علمه وسلكك بالطريق. فكل واحد سلك إنسان بطريق الإيمان شفع له بالدنيا، هذه شفاعة حي لحي في الدنيا. وأعظم شفاعة شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان بين أظهر الناس، تعلموا من أخلاقه، من أحواله، من إقباله، من ورعه، من حلمه، من عفوه، من كرمه. شفاعة حي لحي أن تسلك معه فتتعلم منه وتسمو بأخلاقك وفق دعوته. وشفاعة حي لميت أن تعمل عملا صالحا كان هو السبب فيه، فقد شفع هذا الحي لذاك الميت. أما في الآخرة معنى الشفاعة أن الله عز وجل يعطي عباده عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام إكراما لنبيه عليه الصلاة والسلام. هذه المعاني المجملة. ثم إن الشفاعة لها قوانين،
أول قانون إنما تدخل في باب الفضل، والثاني لا يقبل الله شفاعة الغفران عن الشرك بالله، والثالث قبول الشفاعة في غير الشرك بالله منوط بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء قبلها وإن شاء رفضها. رابعا الشفاعة يوم القيامة لا تنفع إلا إذا كانت ممن أذن له الرحمن ورضي له قوله، والآيات حول هذا الموضوع كثيرة والأحاديث كثيرة. نرجو الله عز وجل أن يوفقنا إلى معالجة الموضوع بشكل موسع في وقت آخر.